تمحي لقباتنا عندو تلقيش يخي روح تريش القيمة باللي هو يرغى غير الزاير بس عنا هنا هما ما يسيخ نواجب لا نايشين المشكل نون دي بالنا انتو ذو مير شاق دي ميزك غير الكارني. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم نفسي بن سالم محمد ابن هذه الشاهدة بن سالم الخمسة وفي وفاتها فشاهدة خلتني مولا 4 سنين عارف صلاحي تقول لي عالو كبرت عييت ما نطلط في البيبان كامل مشيت للمنظمة تاع الشهداء منظمة تاع المجاهدين حرس العيون حباتنا في الجزائر في كل بلاصة ما كانش بلاصان اللي حلوا لي البيبان واستجبوا بيا. على كل حال اسمع دركا راني نطالب في وزير المجاهدين يتدخل لهذا الشيء على كتبوها لنا والاعتراف تاعها لحد الآن ما كانش. نهار ما مشات هي للمظاهرة هذي هذا الراية كان في صدرها باش تروح تعلق الإعلام هذا لأجل ابنها نشكر على كل حال هذه القناة ونتمنى إن شاء الله الاتصال هذا يلحق الوزير المجاهدين إن هذه هي الوالدة بسالم الخمسة خلت طفل عنده 4 سنين ما نعرف صلاحي حتى 11-12 سنة باش بديت نعرف يعني الموت هاي كيفاه وكذا بيبان كل لقيتهم مقفولين. وعلى كل حال حطينا فتحها لحد الآن ما كانش. بغيت وزير المجاهدين يتدخل ويشوف يعني علاه كتبوها لنا والاعتراف مازال لحد الآن ما كانش. هذا ما كان. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل شيء نشكركم على الحضور نتاع الكاميرا والشيء اللي طلبتوا على كل حضرتوا على بن سالم الخمسة. بن سالم الخمسة هذه ماهوش من الثمانينات وانا نتبعهم كما كنا في ناحية نقوس ومن بعد درك لهون في 2010 عديناهم في اللجنة في الولاية أنا والحاج حمد الشلوي ربي يرحمه عديناهم في الدراسة وتبعتهم وراحوا وطلعوا للجزائر لمدة درك واحد 6 شهور 7 شهور صوروها كما هكذا المعلم التذكاري هنا ونتاع نتاع رؤوس العيون نتاع المظاهرات حي المظاهرات للجزائر وبعثهم من ثم للمدير والمدير بعث لي زدت راح ديت له القائمه وقلت له هاي القائمه ها هي ديتها له هكذا شفت على كل حال واشكم هذه هنا برك والقائمه دايما معايا ملي يروح للولايه نسقسي يقول هاي طلع من الجزائر ديت المدير القائمه كما هذه قال لي لا لا شطبت لي على نتاع المظاهرات خلاص شطبت له على نتاع المظاهرات ظرف راني في واحد 6 ولا 7 شهور ولا اكثر مبدوك ما كان حتى جواب. حنا الشيء اللي علينا رانا في عقابهم دائما ما نتخلوش عليهم ديما ومن في وهذا المسمو قضية هذه راهي راح تكون من الجزائر نتاع 2010 هذول اللي درتو في الجزائر حضرت فيها لجنة نتاع الولايه مندوبين النواحي يكون حضروا فيها وحضرنا فيها وطلعت ودرسناها ومقبولين درك حنا الشيء اللي علينا اش خدمناه الباقي الله غالب. ماذا بنا اذا كان هاد الناس هذول باش يطلبوا في حقهم عندهم حق يعطوهم حقهم هذا ما كان. امين منظمه اثناء الشهداء راس عيون حمال بشير انتم تجوا تحوسوا على بن سالم الخمسه. بن سالم الخمسه هذه استشهد في 1961 ثم المظاهرات والشهاده نتاعها اولا وقبل كل الشهاده نتاعها هي اللي هنا في نسبه التذكاري في روضة عين تاسع. زايد على هذا باش هي مالها يحوسوا على الاعتراف نتاعها، احنا الاعتراف نتاعها منظمة المجاهدين راس العيون من 2010 وهما يكتبوا يرسلوا ويطلعوا لباتنا يقولوا لهم بعنا المديرية، المديرية تقول لهم بعنا من العاصمة، العاصمة يروحوا العاصمة يقولوا لهم باللي هنا المشكل نتاعكم هو في باتنا، باقيين هما طالعين، احنا ما عينا جرينا طلعنا هبطنا حتى واحد ما جاوبنا وكل واحد كيف يجاوب. اليوم احنا نذكر ماذا بيا حتى انا ماهوش غير هذا بن سالم الخمسه هذه راهم 7 شهداء من المظاهرات هذه على بالك نطلب من
السلطات المعنية وخاصة الوزير المجاهدين يتدخل في أقرب وقت، لأنه هاد الناس هذو من 61 إلى يومنا هذا راهي 50 سنة. ماذا بينا يتدخل في أقرب وقت مع الولاية أو مع منظمة المجاهدين، والله مع مديرية المجاهدين. احنا الناس هذو لهم قلقونا ومن حقهم. على كل حال الناس راهي بدات البارح صبحت بالاعترافات نتاعها وكذا، ماهوش هكذا، وخاصة بلدية راس العيون راهي محقورة ياسر في هذا الشيء هذا. وشكرا.